أحسن الله إليكم. ناخذ اتصال الأخ أحمد من جدة، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أحمد تكفى أقصر التلفزيون شوي الله يعافيك. أبشر طال عمرك. تفضل الله يحفظك، اطرح سؤالك. الله يعطيك العافية. أخوي أنا جالس أنا وأخو زوجتي نسيبي وواحد من أخوياي. زين؟ والواحد هذا اللي من أخوياي قال يقول نسيبي لو فيك خير ما زوجته. على طريقة المزح قلت له أنا خلاص ما في مشكلة، بكرة أطلق أخته وأخذ أختك. أقول للموقوف هذا اللي يسولف ما أدري شو الحكم فيها. أنا على طريقة المزح، هو مزح وكله مزح. أنت نعم طال عمرك. نعم يا شيخ، سمعت السؤال الشيخ صالح؟ نعم نعم. يقول بأنه جالس مع زملائه فضيلة الشيخ يتسامرون، فقال أحد زملائه له لو فيك خير ما زوجته، قال أنا بأطلق أخته وأتزوج أختك. مثل هذه العبارات فضيلة الشيخ بين الزملاء وكذا لا يقع فيها شيء الحمد لله، لكن تجنبها أحسن. نعم.